يلتصق زنبق البحر بالشعاب المرجانية وينتمي إلى شوكيات الجلد التي شهدت أيامها الذهبية إبان العصر الديفوني والعصر الكربوني، وتضم 5600 نوع انقرض معظمها ولم يبق سوى 600 نوع. جسم زنبق البحر عبارة عن وعاء مزود بفم وفتحة شرج وعشرة أذرع. ألوانه الغريبة وشكله غير المألوف تجعله يبدو كمخلوق من خارج هذا العالم. تلتقط الأذرع المحيطة بالفم الغذاء عبر تصفية الماء. يستخدم زنبق البحر أذرعه في التنقل. وهو يملك نظاماً وعائياً يتألف من أنابيب دقيقة تستخدم في الحركة والتنفس واللمس. يستطيع زنبق البحر أن يمشي وأن يسبح أيضاً معتمداً على أذرعه. كما يستخدم أقدامه في إلصاق نفسه بالأسطح المختلفة. هنا للقدرة الإلهية آليات مدهشة.